الاسم السفارة السورية في العراق. المهنة دكانة أم محمد. صاحب المصلحة صطام جدعان الدندح. الشركاء الزوجة وشقيقها. الأرباح ملايين الدولارات. دكانة السفارة السورية في بغداد عندما تعين بن جدعان سفيراً. في سوريا آل الأسد لا شهادة دراسية مطلوبة منك لتولي المناصب ولا مؤهل علمي ليحدد كفاءتك. كل ما عليك تقديمه هي شهادة ولاء للبعث ورئيسه، ثم اجلس وانتظر فرصتك لتصبح ذا منصب وجاه. صطام جدعان دندح واحد من هؤلاء الذين لم يكملوا دراستهم التعليمية، لكنه بات سفيراً يمثل بلده وأصبح من أصحاب الأموال والملايين. ينحدر صطام من مدينة القامشلي السورية، وفيها ولد عام 1961. تلقى تعليمه الأساسي في نفس المدينة، ثم هرب من المدرسة وعاد ليصبح مديراً لها. وما بين هروبه من المدرسة وإدارتها تكمن القصة، حيث انضم صطام لحزب البعث مبكراً وتحول لأحد رجال النظام المخلصين في مدينته، فكافأه النظام بمنصب مدير مدرسة. لم يرق له هذا المنصب طويلاً، فهذا منصب لا يدر المال، فعينوه رئيساً لبلدية تل معروف من عام 2001 حتى عام 2007. ومن هنا بدأت قصة ثرائه. عام 2008 أراد توسيع تجارته لتصبح على مستوى الجمهورية، فترشح لعضوية مجلس الشعب، ولم يكن نجاحه مفاجأة. عام 2012 وبعد عام على اندلاع الثورة، انشق السفير السوري في العراق نواف الفارس وترك المنصب شاغرا. ومن هناك أكثر ولاء من ابن جدعان لتولي المنصب؟ وفعلا عين سفيرا في العراق، وما زال في منصبه حتى الآن. الغريب أن صطام غير المتعلم خلط ما بين التجارة والسفارة، فأوكل لزوجته أم محمد وشقيقها مهام السفارة أو التجارة، وانصرف هو لتأمين الطريق لهم، فكان على وشك أن يتحول للمذهب الشيعي لتقوية صلاته بدوائر الحكم العراقية التي يسيطر عليها الشيعة، وفتح أبواب مدينته في سوريا للمد الشيعي. في تلك الأثناء كانت أم محمد قد أتمت عملية تحويل مقر السفارة لدكان لها ولشقيقها، حتى أن تقارير صحفية ذكرت عام 2016 أن زوجة السفير السوري تبيع الملابس والحلي والإكسسوارات لجيرانها المقيمين في حي السفارة السورية، فيما انصرف شقيقها لبيع التأشيرات، وحتى تعيينات العراقيين في المؤسسات العراقية للمواطنين هناك، مدعوما بذلك بعلاقة بن جدعان القوية بالمسؤولين العراقيين. الدكانة السورية في العراق تحولت أنشطتها في سوريا إلى عقارات وفلل وقصور وشقق سكنية في القامشلي ودمشق وحمص، ويملكها جميعا بن جدعان وزوجته وأقاربهم، وبعضها مسجل باسم أقارب صطام، ليس خوفا من المساءلة والمحاسبة، بل ربما خوفا من الحسد. فالرجل ينهب ويتربح من مناصبه منذ سنوات، ولا ينال إلا التقدير والاحترام من نظامه في دمشق وحليف نظامه في بغداد.